دلوقتي هم فاجئونا بمعدات موجودة تحت، وزي ما ذكرت محدش فهمنا أي حاجة. دلوقتي احنا أولا في قطع كهرباء كتير بيقعد بالساعات، في مسنين يعني، طب حتى ينبهونا يعني، هم ما قولولناش أي حاجة، وما بنعرفش غير من الإعلام، بنسمع كلام غريب قوي، وإن في تعويضات. تعويضات على إيه؟ لا هنستنى لما بيوتنا تقع؟ هل في لا قدر الله مطافي أو إسعاف هتعرف تخش؟ لازم يفهمونا كل الكلام ده، إحنا مش فاهمين أي حاجة، ومن حقنا كمواطنين نفهم. قبل ما يتم البدء في مشروع لازال المحاكم تنظره وفي حالة تخاصم وتقاضي مشروع المترو أنفاق الخط 3 اللي هيخترق الزمالك، بطالب أن يكون في اجتماعات وأخذ رأي السكان اللي هم مهتمين نمرة واحد بالأسئلة الفنية، خطورة على الأرواح والمباني، والكلام ده مش من تلحيني، في تقارير فنية. نمرة اثنين النظرة الأمنية، ونمرة ثلاثة طبعا النظرة الثقافية، لأن القاهرة معروف أن الزمالك بما أن فيها دار الأوبرا معظم العروض الفنية والتشكيلية وغيرها بتصدر من هنا، منبع الفكر والفلسفة والدبلوماسية هو الزمالك. أتوقعه إن هنستنى لما يحصل مصيبة ويكون في خسارة، وقتها الموضوع ده هيتوقف. وأنا ما كنتش أتمنى كده في بلدي، اللي أعرفه في أي حتة في العالم إحنا مش ناس مستولين على أرض وقاعدين فيها، لا إحنا مولودين هنا ومكملين هنا. لازم إن تاخدوا رأي السكان اللي بيحصل. أنا قمة الاستياء. وبعدين امتى حصل حد وفى بوعوده؟ الخط الثالث زي ما حضرتك اللي هو الازرق ده، بس هو ده المخطط القديم، المخطط الجديد هوريه لك بعد ما تخلص. وهنا غرب الدائري وبيمشي حدائق الاهرام. مسار المشروع بالكامل تحت الشارع، تحت شارع اسماعيل محمد. ثانيا المحطه بالكامل تحت الشارع. ثالثا ما فيش ولا اساس مبنى هيتضرر. وكان ده حاضر احد اساتذه التربه سول ميكانكس الدكتور ممدوح حمزه كمان، وهو من سكان الزمالك كما قال لنا. وهو نفسه قال لهم يا جماعه الناس دول ما بيشتغلوش شغل عشوائي، الناس دول قبل ما بيدخلوا يشتغلوا بيدرسوا دراسه متعمقه جدا، لان انا مش جاي اضرك. اخر حاجه بقى، في كثافات عالية جدا من الناس بترتاد الزمالك، مش بس السكان، السكان لو قستهم بالناس اللي موجودين في الشارع اليومي مش هيجوا 10-15%، لأن في هناك أساسا الشقق دي كلها في ناس بيخدموا عليهم، في زوائين، في ناس بتيجي السفارات، في طلبة، في 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 نوعيات كتير من الناس من خارج الزمالك موجودين. المترو ده المفروض مشروع قومي هيخدم شعب مصر، المفروض نفرح له. واصحاب النفوذ اللي هم معارضين اللي هم الناس اللي فوق الهاي اللي لهم عربيات كانت بتركن في الشوارع ديت، اللي له عربيتين وثلاثه، فهو اللي معارض بيركب يوبط يقول لك ممنوع المترو، ممنوع مش عارف ايه. ده احنا المفروض نفرح ان في خط مترو هيجي جديد هيشتغل.